ذكرت أنت في البداية أنه في خلط أحيانا بين الجمعية التعاون مسميات الجمعية التعاونية جمعية والتعاونية الأهلية أيضا الخيرية دخلت معنا على الخط الآن وصار في إرباك في المجتمع للمسميات. ما تشوف أن الجمعيات التعاونية بحاجة إلى هوية واضحة عمل تسويقي؟ يعني أنا أشوف ما شاء الله أعضاء مجلس الإدارة الجديد لاحظت في الأسماء أن هناك متخصصين بالتسويق منهم صديقنا الدكتور عبيد العبدلي. نعم. هل هذا يعطي أنه أنتم أصبحتوا تدركون الحاجة إلى توجه جديد في مجلس الجمعيات التعاونية عن السابق؟ نعم. إحنا الآن في مجلس الجديد طعم من قبل الوزارة بخبرات قوية. فمثلا في التسويق الآن لما عدنا تشكيل اللجان الفرعية اللجان النوعية يسمونها اللجان النوعية في مجلس الجمعية التعاونية أنشأنا لجان وتخصصة. أول من أول اللجان التمكين التعاوني، اللجنة الثانية لجنة التسويق والشراكات اللي سلمناها الدكتور عبيد ومع مجموعة من الزملاء، لجنة التمويل التعاوني. حنا نشتكي من شح التمويل للقطاع التعاوني عشان ينمو، فأيضا يرأسها نائب الرئيس في بنك التنمية الاجتماعي. هل تواجه الجمعيات صعوبة في التمويل؟ تواجه نعم، من البنوك التجارية ولا من حتى الصناديق التجارية؟ لا تقرضها لأنها تراها لا زالت مصنفة عندها كأنها جمعيات خيرية. طيب بالنسبة للصناديق الحكومية؟ لكن الصناديق الحكومية عندنا الصندوق الزراعي متفاعل، بنك التنمية بدأ يتفاعل الآن، ولذلك هم رشحوا نائب الرئيس يكون معنا في مجلس الجمعية التعاونية لتسهيل إجراءات التمويل للجمعيات التعاونية. التمويل مهم جدا في طيب وش آليات التمويل يا دكتور؟ أنا يعني أجهز مشروع في القطاع التعاوني في أي جزء ما عدا الزراعي يروح للصندوق الزراعي، الصناعي يروح للصندوق الصناعي، الباقي الأنشطة الأخرى تروح البنك التنمية. أجهز دراسة جدوى اقتصادية وعندهم هم في صناديق الحكومية أو في البنوك الحكومية عندهم جهة متخصصة في دراسة المشاريع ترسل ثاني مرة لمجلس الجمعية التعاونية يحلل تتحلل الدراسة أو يقدم المجلس دراسة جديدة. إذا أثبت جدواها الاقتصادية أقرض بناء على هذا المشروع اللي مفترض يقرضون 70% من تكلفة إقامة وتشغيل المشروع. الآن إحنا في أخذ وعطاء إلى رفع هذا النسبة لننطلق في القطاع التعاوني.